عليكم ورودي ومرحبا بكم معايا في وصفه اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر ريب منزلي او ياغورت منزلي ساهل ومكونات بسيطه. في اول مرحله عندي نصف لتر ديال الحليب وعندي 3 ملاعق ديال سكر سنيده. سكر سنيده كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وعندي هنايا واحد الساشي تاع الفانيلا ما يعادل 100 غرام. غادي نحرك هاد المكونات ديالي مزيان وغادي ندير الحليب ديالي فوق البوطه حتى يوصل لدرجه الغليان. بالنسبه للمرحله الثانيه كيكون عندي السطور تاع الحليب كيكون بارد، كنضيف عليه واحد الياغورت ديال الفانيلا كما كتشوفوا معايا، كنحركهم مزيان كما كتشوفوا معايا، وكنبدا كنضيف الحليب ديالي اللي كتشوفوا معايا اللي وصل لدرجه تاع الغليان مع التحريك. بسم الله كنبقى هكذا وكنحرك صافي حتى كنكب الكميه اللي عندي كامله. كنحركهم مزيان كما كتشوفوا معايا. كنكون محضره واحد طنجره الضغط الكوكوت، كنكون محضره فيها الكؤوس اللي غادي نصب فيهم الياغورت ديالي. بسم الله وكنبقى كنصب فيهم نكب فيهم الكميه اللي بغيت. بالنسبه ليا انا هذه الكميه اللي كندير كتكفيني تقريبا في 5 تاع الكيسان، كنديرهم تيكونوا عامرين شويه. صافي نبقى غادي على هذا الشكل حتى نكمل. صافي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كيف ما شفتوا معايا، دابا غادي نجيب الماء كيكون طايب كما كتشوفوا معايا غليان مزيان. كنبدا كنكب حتى كيوصل تقريبا النص تاع الكيسان صافي. هاد الكميه غتكفيني. صافي كنجيب الغلاقه ديال الكوكوت وكنسدها مزيان على هذا الشكل صافي. وكناخذ الكوكوت تاعي كنطرفها هكذا على جنب، كنحطها في مثلا على جنب هكذا ما كنقيسهاش. مثلا انا درته اليوم ان شاء الله مع العصر، الصباح ان شاء الله غادي يكون جاهز وغادي نكمل معكم التتمه ديال الفيديو. شوفوا معايا كي كيولي الياغورت ديالي. البنات من بعد مرور ليله كامله هذا هو الشكل اللي كنحصل عليه ديال الياغورت ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، كيكون قساح لينا يعني ما بقاش سائل. دابا غادي نحيد الكيسان الكؤوس ديالي كلها من الطنجره وغادي نغطيها ببلاستيك غذائي باش ندخلها للثلاجه لمده ديال ساعتين على الاقل، المهم من ساعه حتى ساعتين حتى نبدا نقدمه. كيف ما كتشوفوا معايا هو الياغورت ولا الرايب ديالي كيجي على هذا الشكل. دابا غادي ندخلهم للثلاجه، انا كنحطهم ساعتين ولا حتى الوقت اللي كنبغي نقدمهم، ومن بعد نتلاقى معكم في الشكل النهائي ديال الياغورت ولا الرايب ديالي من بعد ما خرجته من الثلاجه من المبرد. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل تاعو اللي كيكون عليه، كيجي على هذا الشكل. بسم الله شوفوا معايا، يمكن لكم ديروا فيه باش تنسموه ديروا فيه السيرو ديال الرمان ولا السيرو الخضار، المهم على حسب داكشي كتحبوا نتوما. المهم هو راه تيكون بمكونات بسيطه جدا، ما في لا مواد حافظه لا والو، عرفنا اشنو تناكلو. كنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده اكثر. وهذا الشيء اللي عندي ما نقول لكم، وشكرا سلام ما شاء الله حتى الوصفه الجايه.